حتى تجاه هود الناس اللي عم بتراهن مختلف الوضع. يمكن شايفين انه الحظوظ اعلى بكميه الضربات اللي تعرض لها الحزب، وربما بالاصرار الغربي والدوله والاسرائيلي اكثر على انهاء هذه الحاله. يعني معلم امبارح كان في كلام للدكتور سمير جعجع بيقول فيه انه هذه الحرب لن تنتهي على زغل، يجب ان تنتهي بوضوح بشكل واضح، بشكل واضح يعني غالب ومغلوب، بشكل واضح يعني فريق خسران منكسر مستسلم بيجي على الداخل بيقدم الطاعه وخلاص. كيف هيك بتشوف الوضع؟ ايه صحيح معه حق، بس انه الفرق وين؟ انه مين حيكون غالب ومغلوب؟ هلا مسابي بس يحكي الدكتور سمير جعجع بتلاقي الامور بتصير مختلفه، دائما خياراته وين بتكون الامور بتمشي، وهذا الواقع اللي صاير بالبلد. بس بكل الاحوال حقه يراهن، رهاناته من رهاناته ورهانات فريقه السياسي موجوده ومعروفه، والكل بيقدر نقرا تاريخ واضح، بنقدر نعمل تحليل للخطاب، انا استاذ تحليل نقدي للخطاب، فبنقدر نعمل تحليل للخطاب بشكل واضح وعلمي ومنطقي، وخلي نشوف اي رهان من الرهانات اللي عملها فريق الدكتور سمير جعجع من 2006 من لما ظهر من الحبس لهلا، من 2005 لهلا، خلي رهان واحد كان صح. دائما رهاناته تاتي بالعكس، ما بعرف القراءه السياسيه اللي بيعملوها، ما بعرف كيف هي، ما بعرف يعني. انا صراحه اذا في حزب ما بيقدر ينفهم بقراءاته السياسيه هن القوات، لذلك هالمره معه حق، بس الفارق انه لا يمكن ان تنتهي هيدي الحرب الا بنصر واضح والمقاومه واضحه. بال 2006 انا كرمال حدا ما حدا يقول ما بدناش نروح على 2006، مو على 82. ب 82 كانت الخيارات الاسرائيليه شو؟ انه قدرنا عملنا نصر على منظمه التحرير. صح ولا لا؟ صحيح. ولكن هذا النصر على منظمه التحرير وخرجت منظمه التحرير، ليش الاسرائيلي بيقبع ما فلت منظمه التحرير؟ لانه عنده هدف الاحتلال. طب راح بهذا الهدف الاحتلال بقي بالمستنقع اللبناني، صار في عنده عمل هن بيسموه المستنقع اللبناني، صار في عنده عمليه استنزاف، راح جاب الحزب، عمل المقاومه، صار في اسم شيء اسمه حزب الله نتيجه الاحتلال الاسرائيلي يلي كان مفترض مع انتهاء منظمه التحرير وخروجها من لبنان ان تنتهي المعركه. اذا المساله بال 2006 السيد حسن بخطاباته الله يرحمه شو كان يقول بعدين؟ انه نحن بالاسبوع الاول وصلنا لمطرح انه بلغت القلوب الحناجر، يعني انه خلصنا. بعدين الله فتح من حيث لا ندري، وعملنا كثير انجازات وعملنا كثير مفاجآت، وفرجينا وصلنا بالمطرح يلي بداية الحرب كانوا بدهم سحق حزب الله، باخر الحرب بال 2006 بمجزرة الدبابات مش قادرين يشيلوا جنودهم، عم بيقولوا تخبوا للصبح لحتى نقدر نعملكم انقاذ لحتى يصير وقف اطلاق النار. قدام هول المشهدين، طيب نحن هونيك وقت عم نحكي بال 2006 كان الكورنت هو مفاجأة المفاجآت. صحيح. اليوم الكورنت عند الحزب سلاح فردي، وبعد شوي سحبوه من الخدمه. طيب ممتاز، بس هون هالمفاجآت وعم نحكي، بس اذا بدي احكي معك على هيدي النقطه واوكي ومفاجآت وعم نقول انه بعد في المعلومات يعني وما يتداوله العارفون انه في بعد اجيال ما بينت من اسلاح، بس هون المفارقه في مفارقه صغيره بال 2006 وخاصه اذا رحنا على حرب استنزاف قد تدوم ربما سنوات، وهذا باخر خطاب لسماحه السيد حكي عن سنوات. صحيح. طيب هيدا حرب استنزاف طويله، الفرق الكورنيت بال 2006 بنص الحرب وصل للحزب كان طريق مفتوح. انت هلا كل المنافذ خلينا نقول البحر مسكر ومسيطر عليه، البر كل فتره بيسفقوا غاره على المصنع وعلى المعابر حتى الغير شرعيه، ما يسمى بالمعابر الحدوديه الغير شرعيه وما يسمى بمعابر التهريب، ويلي بيعتبروا الاسرائيلي انه هيدي معابر بيتهرب فيها سلاح لحزب الله. البحر مسيطر عليه، الجو مسيطر عليه، البر مسيطر عليه. ممكن يكون حزب الله عنده ترسانه كبيره من السلاح تكفيه ما بعرف قد ايه، بس اذا يعني إذا الإمداد أو التزخير واقف قد فيك تهدي؟ أول شيء موضوع التزخير، موضوع الإمداد بعز دين الحرب كانت عم تقدر تمشي. هلا يعني بال 2006 صارت هي بال 2006 بس هلا صعب، أو كان النار شغالة يعني هلا غير حكم هلا غير. أما هلا أول شيء الحزب عامل أعداد عضة كبيرة واللي موجود قادر يكفي لفترة طويلة. واحدة من الشغلات اللي كانوا هلا عم يعملوا ليش إنه والله هالقد عم تعملوا قصف بالصواريخ؟ ما اللي موجود عم بيدير المعركة شايف انه قد تطول لسنوات، وانا عارفين شو عندي بالضبط عدة، وعارفين شو عندي صواريخ، وعارفين شو عندي امكانات، وعارفين شو عندي قدرات، وعم بقسم القدرات لمراحل. يعني اللي عم يدير المعركة شايف انه انا هلأ هيدي المرحلة تكفيني حيفا. في المشهد اللي عم بيصير بحيفا هلأ شو؟ صحيح. انه انا بقدر اطلق كل ساعتين ثلاثة 20 صاروخ،
مش مئات الصواريخ، 20 صاروخ، يصيب منهم واحد او اثنين بهيدي المرحله، شو عم بعمل انا؟ كل ساعتين ثلاثه عم نزل مليون ونص الى مليونين مستوطن الى الملاجئ، وعم نحكي عن الملاجئ ووضعها الصعب يلي عم بعمل حرب نفسيه. عم بعمل عمليا انا عم بشل الحياه عنده. ولما عم بقرر اضرب اعمل عمليه نوعيه عم بعمل مثل ما عملت بالضربه اللي صارت بنتانيا.